بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، متابعينا على قناة تصاميم مجوهرات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مثل ما وعدتكم بشرح خيارات البرنامج أول بأول، ابتدينا بستاندر بالخيار هذا مع هاي الأيقونات كاملة، وصلنا لهون الخيار أو هاي الأيقونة. رح نضغط عليها. قبل ما نبتدي الدرس لا تنسونا باللايك والمشاركة والضغط على زر الجرس عشان يوصلكم القديم وتتابعوا الجديد. كمان بعد كل شرح لحمل تصميم خاص فيني، والمفروض عبارة عن خاتم وسوارة وأي شيء، والشرح ما حيطول أكثر من 5 دقائق إلى 10 دقائق بصراحة، لأنه برنامج كبير جدا جدا مفصلة. رح نجي على الخيار هذا الكاسكادا سيدي فيو، رح نضع نفسه مثلا شكل معين لنفرض دائرة. هذا الخيار إذا ضغطنا عليه شوفوا هذول عايدينهم، تكبير تصغير حركة الكترون إذا بدك تحركه هيك مثل ما شايفين عايدينهم. رح نجي على الخيارات، هذه عبارة عن سيارة باللون أحمر، إذا ضغطنا عليها شوفوا كيف بصير. هذا اتجاه النافذة شوفوا أول بأول، شوف كيف تغير الشكل شوفوا. إذا عندنا مثل ما شايفين هذا المربع هو عبارة عن اتجاهات العمل اللي بنشتغله، أو حبيت تشتغل شغله ونفرض ترسم خيار، ترسم مشروعك أو تصميمك أو أي شيء باتجاهاته كاملة. نيجي على خيارات تانية. هون الكاميرا إذا حبينا ناخذ لقطة ونسجلها، هون إذا حبينا نحفظ حفظ النافذة باسم معين. بنيجي على الخيار مثل تشوف كيف شكلها مثل شكل طيارة أو هيك شيء. كمان هذه مشان الرؤية من فوق من تحت يمين يسار، شوف إذا ضغطنا عليه كيف بتحول الأمور ترجع. بنرجع لهون شوفوا كيف بتغير منه من شكل لشكل، شايفين؟ رح نيجي على الخيار هذا، هو عبارة عن خيار انيميشن. الانيميشن يعني ما قلت لكم هذا البرنامج هو عبارة عن برنامج ما بس تصميم مجوهرات، تصميم محركات سيارات، يعني طبعا فيها إضاءة بده يكون فيها أشياء كثيرة. فهذا الانيميشن ضغطنا عليه شوف كيف بيصير، حرك لنا الشكل ونفرض. رح أعطيكم مثال غير هذا مشان يكون واضح. أنا عم ببتدي بصفر، عم بحكي بشكل عفوي، بتمنى يعني إذا في أي خطأ سامحونا بالموضوع. شوفوا كيف بتغير الشكل، شايفين هذا انيميشن تمام. أما هذا الخيار عبارة عن نجمة وفوق ضوء هيك، مثل أنا عم بحكي مثل برجع لكم بشكل عفوي، وله أسامي معينة كاسكادا توبلار. إذا ضغطنا عليه شوفوا بيطلع لنا عدة أشياء، الإضاءة من يوم من فوق من تحت لتكون. شوف كيف بصير. بكون هيك خلصنا هالمربع هذا. نيجي على المربع الثاني واللي هو عبارة عن كيف بدها تكون الصفحة من الداخل، أو نقاط أو زوايا الصفحة من الداخل كاملة. شوفوا نجرب واحد ونفرض شوف كيف بصير معنا. شوفوا هذا بفيد بالشغل كتير، طبعا تعيين الهندسة العمارة المدنية والديكورات هذا كتير بفيده. شوف كمان مقاسات كلياتها. إذا هذه النافذة مثل ما اتفقنا تحددنا الرؤية داخل، أو هذا الخيار تحددنا الرؤية داخل النافذة، اسقاطات ما بيقولوا اسقاط أفقي عمودي. هلأ بعدها بنيجي على الخيار هذا الخيار الأوسناب بإمكاننا نجيبه من هون بإمكاننا نجيبه من هون. أو سناب مثل ما شايفين. هلا
ولنفرض رح اضرب لكم مثال، هي القرص ده بس بنفعله هيك، ولنفرض انا بدي ارسم من هالزاويه لهالزاويه مستقيم، وبدي يكون من نفعل الاند. ولنفرض شوفوا، نضغط على من هون اند، شوفوا لا اند، تمام. انا بدي ما الاند، بدي ولنفرض منتصف، من المنتصف انا وطالع، بندور وين المنتصف، هاي الميديا لا الميديا، تمام. وهلا بكون وصلنا على هالخيار هذا بالخميس القادم او الجمعه القادمه ان شاء الله تعالى، رح نشرح لكم شو قادرين نشرح من الخيارات، وبعد هلا مباشره لحط تصميمي الخاص. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.